مواقف هرمان الجزائر كيفيس في المنطقة مابوزي قابل الدفاع مواقف حست ما متقدم أنشي نقدرها ونحن ترجيحات نرى الصلح أرامش منتغاس أن كل ما أنشي يصب للسلام الجزائر دومبال والاستقرار درمان تغير مسألة للمنطقة الصلح أمنية منتغاس أمشنان هو كأوي رئيس جمهور مركز مكان اهتمام الجزائر. أوي وكما عبد تفضل المجيد تبون إشارة كردان فخامة الرئيس ما عبد المجيد متقدم إن تبون، نقاه نحن ميتونه نقاه نرى مثبتي أن باشي در جهت هذا إيجاد صلح التوجه أمنيات توجه إيجابي ويصب وآرامش لصالح در منطقة استتباب أجر بيغانگان السلام در مناطق ما والاستقرار تفاولت في تكونان المنطقة